السلام عليكم، مرحبا بالتلاميذ الاعزاء. موعدنا اليوم مع الدرس الجديد في ماده الاجتماعيات المستوى الثالث الاعدادي. الدرس في مكون التاريخ. عنوان الدرس بطبيعه الحال هو المغرب، الكفاح من اجل الاستقلال واتمام الوحده الترابيه. اذا سنعالج هذا الدرس عباره عن ثلاث مقاطع. السلام عليكم، لقاءنا اليوم في الدرس العاشر من ماده التاريخ. عنوان الدرس المغرب، الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية. بالنسبة لهذا الدرس له علاقة وطيدة بالدروس الأسدس الأول. في الأسدس الأول كنا تكلمنا عن الضغط الاستعماري على المغرب خلال القرن التاسع عشر، ورأينا أنواع الضغوط: الضغط العسكري كمعركة إيسلي، حرب تطوان، الضغوط الاقتصادية ثم الضغوط السياسية. كل هذه الضغوط كان الهدف منها إضعاف المغرب وإخضاعه للاحتلال الأوروبي، وكان تنافس كبير بين القوى الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وغيرها. لكن في نهاية الأمر كما رأينا في الدورة الأولى في درس الضغط الاستعماري على المغرب، بأن فرنسا وإسبانيا هما في النهاية اللتان نجحتا في فرض الحماية على المغرب سنة 1912. بالنسبة لهذا الدرس، الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية، هو تتمة لما رأيناه في الدورة الأولى. إذا بالنسبة لهذا الدرس إن شاء الله، بالنسبة للأهداف، عندنا مجموعة من الأهداف. أهمها أولا نتعرف على مراحل الاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني للمغرب، وأيضا المقاومة المسلحة التي واجهت هذا الاحتلال. ثم في الجزء الثاني أو الحصة الثانية من الدرس نتعرف على دور الحركة الوطنية المغربية في المطالبة بالإصلاحات في البداية، ثم المطالبة بالاستقلال في مرحلة موالية، ثم انطلاق الكفاح المسلح مرة أخرى بعد نفي الملك محمد الخامس واندلاع ثورة الملك والشعب، ثم الحصول على الاستقلال وعودة الملك، وبعد ذلك انطلاق مراحل إتمام الوحدة الترابية للمغرب. إذن كمقدمة لهذا الدرس يمكننا أن نسجل، وتسجلون أيضا في دفاتركم. واجه المغرب الاحتلال الفرنسي والإسباني لمدة 44 سنة، وبعد الاستقلال عمل على استكمال وحدته الترابية. إذا السؤال الأول، فما هي مراحل هذا الاحتلال العسكري؟ السؤال الثاني، وما هي مظاهر الكفاح من أجل الحصول على الاستقلال؟ ثم في الحصة الثالثة من هذا الدرس، ما هي مراحل استكمال الوحدة الترابية للمغرب؟ إذا نبدأ أولا بالإجابة عن السؤال الأول، وهو مراحل الاحتلال العسكري للمغرب. إذا لاحظوا معي، بالنسبة لمراحل الاحتلال العسكري، النشاط الأول يقدم لنا خريطة، وهي خريطة مراحل الاحتلال العسكري للمغرب. بنظرة سريعة على المفتاح نلاحظ خمس مراحل. إذن الغزو العسكري للمغرب بدأ قبل فرض معاهدة الحماية سنة 1912. إذن بدأ سنة 1907، حيث احتلت منطقة الشرق، وجدة والمناطق الشرقية، بحكم أن الفرنسيين كانوا موجودين في الجزائر التي احتلت سنة 1830. ثم أيضا في 1907 احتلت أيضا منطقة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها. والمرحلة الثانية سيتم التوغل أكثر في المغرب ما بين 1911 و 1912. بعدها في المرحلة الثالثة، ونجد في المرحلة الثانية عفوا، بين تم احتلال فاس العاصمة وفرضت معاهدة الحماية. في المراحل الموالية يتوغل الاحتلال أكثر في المناطق الوسطى، لاحظوا معي في كل هذه المناطق، في سهل الغرب وفي سهل سايس وفي المناطق الساحلية،
ثم في المرحلة الموالية ما بين 1914 و 1926 يتوغل أكثر الاحتلال في الريف وفي المناطق الأطلس، جبال الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير وأيضا الأطلس الصغير. وفي المرحلة الأخيرة يتم السيطرة على المناطق الجنوبية، كل المناطق الجنوبية. إذا نعيد ونذكر بهذه المراحل. إذا أولا، ما قبل 1912 تم السيطرة على منطقة، على المغرب الشرقي كما تلاحظون، وعلى منطقة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها، منطقة الشاوية كما تلاحظون. المرحلة الثانية سيتم احتلال السهول والهضاب الأطلنطية، ثم في المرحلة الثالثة 1914-1920 سيتم احتلال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. في المرحلة الرابعة ستستكمل إسبانيا سيطرتها على المناطق الشمالية والريف. وفي المرحلة الخامسة 1931-1934 استكمال فرنسا وإسبانيا سيطرتهما على مناطق، على المناطق الجنوبية. جيد، إذا 5 مراحل كما رأينا، ويمكن أن نسجل كخلاصة لهذا النشاط حول مراحل الاحتلال العسكري، ونقول: واجهت المقاومة المسلحة الاحتلال الأجنبي للمغرب. مر الاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني للمغرب بعدة مراحل. إذا بدأ الاحتلال العسكري للمغرب منذ سنة 1907، واستمر غزوه من طرف فرنسا وإسبانيا أزيد من 27 سنة، من 1912 إلى 1934. إذا وكان ذلك عبر مراحل. إذا بدأت فرنسا كما رأينا بالسيطرة على الشرق، منطقة وجدة ومنطقة الدار البيضاء في الغرب ونواحيها، وبفرض معاهدة الحماية سنة 1912، ثم تقسيم المغرب إلى مناطق تحت الوصاية الفرنسية وأخرى تحت الوصاية الإسبانية، في حين أصبحت مدينة طنجة مدينة دولية، أي تخضع لاحتلال دولي، مجموعة من الدول التي اقتسمت السير والسيطرة على مدينة طنجة. شرعت أيضا القوات الفرنسية في احتلال المناطق الداخلية، حيث سيطرت جيوشها على الأطلس المتوسط والسهول والمدن الكبرى، إلا أن شراسة المقاومة المسلحة أخرت سيطرتها على الريف والجنوب إلى حدود 1934. إذا بالنسبة لهذه الفقرات ستجدون الدرس في المرفقات الخاصة بهذا الفيديو، ويمكنكم تسجيله في دفاتركم. إذا نمر لي كما رأينا 5 مراحل منذ 1907، منذ 1907 إلى 1934، 27 سنة، مدة طويلة. هنا نطرح السؤال عن سبب تأخر فرنسا وإسبانيا في بسط نفوذهما على المغرب. طبيعة الحال الإجابة هي أن المقاومة المسلحة كانت مقاومة شرسة، وكانت مقاومة ممتدة على كل أرجاء المغرب من جنوبه إلى شماله في كل المناطق. وهذا هو موضوع النشاط الثاني في هذا الدرس، الخاص بمعرفة حركات المقاومة التي أخرت الاحتلال العسكري للمغرب لكل هذه الفترة. إذا بالنسبة لحركات المقاومة كما قلنا من الجنوب إلى الشمال، أولا قبائل جنوب الصحراء انتظمت تحت قيادة الشيخ أحمد الهيبة. بالنسبة للشيخ أحمد الهيبة، هو ابن الشيخ مال عيني. في التعريف الوارد لنا في الكتاب المدرسي نجد المعلومات التالية. إذا أحمد الهيبة أو ابن الشيخ مال عيني
ولد سنة 1900 أو 1876 وتوفي 1919، تزعم حركة المقاومة بعد وفاة والده سنة 1910. انطلقت حركته من تزنيت، وبعد هزيمته في معركة سيدي بوعثمان قرب مراكش، عاد إلى سوس ليواصل المقاومة فيها. إذا بالنسبة لل أحمد الهيبة، إذا قاد جيوشه من الجنوب في اتجاه مراكش كي يدخلها قبل الفرنسيين، وحصلت بينه وبين الفرنسيين معركة شهيرة وهي معركة سيدي بوعثمان سنة 1912 7 شتنبر، وقد هزم فيها أحمد الهيبة بسبب يعني تطور الأسلحة الذي كان في صالح القوات الفرنسية التي كانت مجهزة بشكل جيد ومسلحة أيضا بشكل جيد. إذا بالنسبة للمقاومة المسلحة كما قلنا، تكلم أحمد الهيبة صاحب المغرب، إذا تزعم حركة المقاومة في الجنوب المغرب في الفترة التي ولد في 1876 توفي في 1919، واستنفر السكان للجهاد ضد المحتلين الفرنسيين وتوجه إلى مراكش واتصل بالقادة الكبار في المنطقة، لكنهم لم يتحمسوا لنصرته. تزحفت إليه الجيوش الفرنسية بقيادة الكولونيل مارجان، فلم يستطع الصمود في وجهها نظرا لقوة سلاحه، فانهزم في معركة سيدي بوعثمان في شتنبر 1912، وعاد إلى الجنوب لاستكمال الجهاد رفقة أخيه مربيق غرب. إذا حركة المقاومة الأولى التي تحدثنا عنها حركة في الجنوب. بالنسبة للحركة الثانية هي حركة قبائل زيان الأطلس المتوسط، وقادها قائد موحى محمو الزيان ما بين 1914 و 1921. هزم الجيش الفرنسي في معركة نهري جنوب خنيفرة في نوفمبر 1914. إذا بالنسبة لهذا القائد، إذا حركة موحى محمد الزياني، لاحظ معي في الأطلس المتوسط، إذا قاد موحى محمد الزياني الذي اشتهر بنضاله المستميت وسبب لفرنسا المحتلة خسائر فادحة في العتاد والأرواح لمدة 6 سنوات من المعارك والحروب التي أبلى فيها الزيانيون البلاء الحسن بفضل حنكته وخبرته، خاصة في المعركة الشهيرة التي أباد فيها الكثير من قوات الجيش الفرنسي في الأطلس قرب مدينة خنيفرة، وتسمى هذه الواقعة وهذه المعركة بمعركة لهري سنة 1914. بعد أن حاصر الفرنسيون مخيمه من جميع النواحي قصد القضاء عليه بصفة نهائية، استمر النضال لسنوات عدة إلى غاية استشهاده سنة 1921. إذن هذا بالنسبة للأطلس المتوسط وبالنسبة لقبائل زيان. بالنسبة للريف، قبائل الريف قادها القائد الشهير محمد بن عبد الكريم الخطابي ما بين 1921 و 1926، وانتصر في المعركة الشهيرة على الإسبان معركة أنوال في 21 يوليوز 1921. إذن بالنسبة لهذا القائد الذي قاد قبائل الريف، نبذة تعريفية عنه، لاحظ معي. إذا هو كان يتزعم قبيلة بني ورغال، تولى منصب القضاء الشرعي في مدينة مليليا، ثم تولى زعامة قبيلته بعد وفاة والده، وقاد ثورة الريف ضد الإسبان. حقق انتصارا عسكريا هائلا على الإسبان في معركة أنوال سنة 1921. اجتمعت فرنسا وإسبانيا على حربه، إذا توحدت إسبانيا وفرنسا من أجل محاربته، وتمكنتا من هزيمة قواته، فاضطر إلى الاستسلام للفرنسيين، ثم نُفي إلى أحد جزر المحيط الهندي في سنة 1926 لأكثر من 20 عاما. وعند نقله من طرف الفرنسيين إلى مدغشقر، استطاع
في قناة السويس أن يلجأ إلى أو يهرب ويلجأ إلى مصر. وفي القاهرة سنة 1947 استقر منذ ذلك التاريخ إلى أن توفي رحمة الله عليه سنة 1963. إذن هذو هما القادة الكبار ديال حركات المقاومة، إلى جانب قائد آخر قاد قبائل أي تعطى بمنطقة صاغرو أو جبل صاغرو، وهو السؤ بسلام منذ 1930 إلى 1933. وأشهر معركة قادها هي معركة بوغافر سنة 1933، وبعدها سيستسلم. إذا بالنسبة لهذا القائد الأخير الذي قاد قبائل الأطلس الصغير، هذه نبذة تعريفية عنه. وهو قائد عسو أبو سلام، قاد قبائل يتعطى بالأطلس الصغير، وألحق عدة هزائم بالجيش الفرنسي، وأمام اشتداد الضغط العسكري عليه اعتصم بصحبة رجاله في جبل صاغرو، وتوالت هجمات الفرنسيين العنيفة، واستعملوا أيضا سنة 1933 سلاح الطيران ضده انطلاقا من الرذاذات. وبالرغم من عدم تجاوز عدد المقاتلين معه أو المقاومين معه 7000 رجل مجهزين ببنادق بسيطة جدا، فقد هزم الفرنسيين في معركة بوغافر. ثم استدعت فرنسا قوات إضافية جديدة وضيقت الخناق على المقاومين الذين ظلوا محاصرين في الجبال، ومع قلة الإمدادات اضطروا للاستسلام، واستسلم القائد أوبسلام في 25 مارس 1933. إذا بشكل عام يمكننا القول بأن المقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي والإسباني كانت مقاومة شرسة جدا، وكانت مقاومة شملت كل أرجاء التراب الوطني، من الجنوب، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال إلى الريف. إذا كل المناطق عرفت حركات المقاومة المسلحة. إذا بشكل عام يمكن أن نستنتج يمكن نقول في الفقرة الثانية تعددت المقاومات المسلحة المغربية للاستعمار، حيث تصدى المغاربة للغزو العسكري الفرنسي والإسباني للبلاد، حيث شملت المقاومة المسلحة معظم المناطق. إذا كما يوضح الجدول التالي، ومطلوب نقل هذا الجدول في الدفتر مع كتابة الدرس بتاريخ اليوم. وشكرا لكم، وفي الحصة الموالية إن شاء الله سنتحدث عن الحركة الوطنية، كيف نشأت الحركة الوطنية، وكيف طالبت في المرحلة الأولى فقط بالإصلاحات، ثم ما الذي جعلها تتحول بعد ذلك إلى المطالبة بالاستقلال. إذا في المرحلة الأولى كانت مقاومة مسلحة من 1912 إلى 1934، هذه مقاومة مسلحة، لكن بعد أن هزمت كل هذه الحركات سيتحول المغاربة إلى المقاومة السلمية والسياسية عن طريق الأحزاب وعن طريق العمل السلمي منذ 1930 إلى 1953. هذه الفترة كلها غادي يكون فيها مقاومة سلمية، وغادي تسمى بالحركة الوطنية ومقاومة سياسية. إذا في الحصة الثانية إن شاء الله غادي نقوم بشرحها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المقطع الثاني من درس الكفاح، المغرب بالكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية. في المقطع الأول كنا تحدثنا عن المرحلة الأولى بعد فرض الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب سنة 1912. إذا بعد فرض الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب انطلقت حركة المقاومة المسلحة، فقد استغرقت فرنسا وإسبانيا حوالي 27 سنة لبسط نفوذها على كامل أرض المغرب. ورأينا بأن المقاومة المسلحة لم تقتصر على منطقة معينة، بل قاد المقاومة من الصحراء أحمد الهيبة، وواجه الفرنسيين في معركة سيدي بوعتمان وانهزم قرب مراكش، ثم أيضا موحى وحمص الزياني في الأطلس المتوسط الذي أيضا انتصر على الفرنسيين في معركة لهري، ثم محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي انتصر
في معركة أنوان في 1921، ثم بعد ذلك معركة بوغافر في الأطلس الصغير التي قادها عسو أبو سلام. إذا في سنة 1933 34 بالضبط توقفت المقاومة المسلحة في المغرب، ليلجأ المغاربة بعد ذلك إلى الكفاح السياسي عن طريق الكفاح السلمي سياسي، عن طريق الأحزاب، عن طريق أشكال متعددة ومختلفة هي التي سنتحدث عنها في مقطع اليوم، وهو المقطع الثاني من الدرس. إذا المقطع الأول يتحدث عن الاحتلال العسكري والمقاومة المسلحة التي واجهته، ثم المقطع الثاني من الدرس يتحدث عن الحركة الوطنية، وهي الكفاح السياسي السلمي. وسنرى اليوم يعني ما هي أهم، ما معنى أولا الحركة الوطنية، ثم أيضا ما هي أهم المراحل التي مرت منها الحركة الوطنية في نضالها من أجل الحصول على استقلال المغرب. إذا ننتقل للصفحة رقم 59، المقطع التعليمي الثاني، أتعرف تطور الحركة الوطنية المغربية في مرحلتين، وهما مرحلة المطالبة بالإصلاحات في البداية، ثم انتقلت الحركة الوطنية إلى المطالبة بالاستقلال. إذا أولا لدينا نص يتحدث عن الحركة الوطنية. إذا يقول هناك من يحصرها، أي الحركة الوطنية، في الحركة السياسية المنظمة الواعية بخطتها الرامية إلى إحباط برنامج الاستعمار الإدماجي. إذا الفرنسيين كانوا يحاولون فرض استعمار إدماجي للمغرب، استعمار مباشر يدمج المغرب في فرنسا، فكانت الحركة الوطنية تحاول إفشال ذلك. لكن هناك من يحددها ويربط بدايتها في سنة 1930 بالضبط يوم 16 ماي، يوم صدور الظهير البربري الذي أصدرته سلطات الاستعمار الفرنسية في هذا التاريخ. الظهير البربري كتعريف مبسط لهذا الظهير لدينا في نفس الصفحة. الظهير البربري هو مرسوم قانون أصدرته السلطات الاستعمارية الفرنسية في تاريخ 16 ماي 1930، قررت استثناء القبائل الأمازيغية من القضاء المغربي الإسلامي وإخضاعها للعرف أو المحاكم الفرنسية، وكان الهدف منه ضرب وحدة الشعب المغربي. أي كانت فرنسا تريد أن تطبق سياسة فرق تسد، أي أن تفرق بين المغاربة عرب وأمازيغ، فتخضع الأمازيغ إما لمحاكم عرفية قبلية أو محاكم فرنسية، ويبقى العرب خاضعين للمحاكم الشرعية الإسلامية. رد المغاربة مجتمعين على هذا القرار وهذا المرسوم الذي أصدرته سلطة الاستعمار الفرنسي بالمغرب بمظاهرات شعبية كبيرة رفضا لهذا القرار. إذا نتمم النص، لكن من الواضح أن تلك المظاهرات الصاخبة التي تردد صداها في سائر العالم الإسلامي تدل على أن الجماهير المغربية متشبتة بوحدة الوطن وسيادة الشرع وسلطة الملك وسلطة الملك، فلا يمكن أن تكون سلوكا عفويا وليد الظروف عابرة. إذا خلاصة هي أن هناك من يربط انطلاق الحركة الوطنية بصدور الظهير البربري سنة 1930، فهذا الظهير نوعا ما كأنه حرك في المغاربة الشعور الوطني ووحدهم وجعلهم يشتغلون في من أجل الحصول على الاستقلال، ولكن يشتغلون عن طريق الكفاح السياسي، لأن لم يعد في قدرتهم في هذه المرحلة أن يقوموا بكفاح عسكري. إذا بالنسبة أشكال هذا العمل الوطني أو هذا الكفاح السلمي، نجد أولا قام المغاربة بإصدار الصحف، فنجد مثلا مجلة المغرب التي صدرت بباريس 1932، مجلة أو صحيفة عمل الشعب في فاس 1933، صحيفة الريف بتطوان 1936، ثم صحيفة الحرية في تطوان 37، وصحيفة الوحدة المغربية في 1937. إذا أهم أشكال العمل الوطني كان إصدار الصحف، وإصدار الصحف
يعني كان يحرك في المغاربة الشعور الوطني، ويوضح لهم حالتهم بأنهم تحت الاحتلال ويجب أن يتمسكوا بهويتهم ولغتهم ودينهم، وأن يستمروا في المقاومة من أجل الحصول على الاستقلال. العمل الحزبي أي تكوين أحزاب مغربية. فأول حزب مغربي كون في هذه المرحلة كان هو كتلة العمل الوطني 1933، كان بزعامة كل من محمد بن حسن الوزاني وعلال الفاسي وأحمد بن لافريج. زعماء الحركة أو الكتلة العمل الوطني يمكن أن نقول بأن أول حزب مغربي في التعريف دياله عندنا هو أول حزب سياسي مغربي ظهر سنة 1933، أسسه الشباب المثقفون المتخرجون من التعليم التقليدي مثل علال الفاسي، أي تعليم تقليدي ديني، جامعة القرويين، يعني التعليم التقليدي، والتعليم العصري مثل محمد بن حسن الوزاني وأحمد بن الفريج، يعني مثقفون درسوا في مدارس عصرية أو درسوا خارج المغرب. ثم انقسموا ليكونوا حزبين بعد ذلك. إذا كتلة العمل الوطني انقسمت إلى حزبين، وهما أولا الحزب الوطني بزعامة علال الفاسي، من بعد غادي يتحول الاسم ديالو إلى حزب الاستقلال 1943، ثم الحركة القومية برئاسة محمد بن حسن الوزاني التي أصبحت سنة 1946 تحمل اسم حزب الشورى والاستقلال. إذا نركز معايا في هذا الأمر، هو أن أول حزب كان هو كتلة العمل الوطني، ثم انقسم إلى حزبين، حزب الاستقلال بزعامة علي الفاسي، وحزب الشورى والاستقلال بزعامة محمد بن حسن الوزاني. جيد، إذا بالنسبة لباقي أشكال العمل الوطني، إذا قلنا عندنا العمل الحزبي، كتلة العمل الوطني، ثم حزب الإصلاح الوطني برئاسة عبد الخالق الدريس في منطقة الاحتلال الإسباني. إذا كتلة العمل الوطني في منطقة الاحتلال الفرنسي، وحزب الإصلاح الوطني في منطقة الاحتلال الإسباني في الشمال برئاسة عبد الخالق الدريس بتطوان، ثم حزب الوحدة المغربية أيضا برئاسة المكي الناصري. ثم الشكل الثالث من أشكال العمل الوطني هو تكوين جمعيات أو العمل الجمعوي، تكوين جمعيات إما رياضية أو كشفية أو ثقافية تقوم بعروض مسرحية وطنية. الهدف من هذا العمل الجمعوي هو بالأساس تأطير المواطنين وإشعال الروح الوطنية فيهم وجعلهم دائما متمسكين بهويتهم. تكوين أيضا المدارس الحرة، تأسيس مدارس حرة تلقن اللغة العربية والدين الإسلامي وتاريخ المغرب، لأن المدارس الفرنسية لم تكن تدرس يعني اللغة العربية والدين الإسلامي، بل كانت يعني تعليمها كله تعليم فرنسي، ثقافة فرنسية. لذلك عملت الحركة الوطنية على إنشاء مدارس حرة لتدريس المغاربة اللغة العربية والدين الإسلامي وأيضا تاريخ المغرب. ثم المظهر الثالث هو تنظيم المظاهرات وتوزيع المناشير. المناشير يعني كأنها مجلات صغيرة أو صحف صغيرة يكون فيها يعني بعض النصائح للمواطنين أو بعض الأخبار أو تأطير المواطنين في مجال معين، وتنشر يعني بشكل مباشر من طرف الوطنيين باقي السكان المغرب والمواطنين بشكل مباشر، إما في الشوارع أو المنازل. إذا توزع هذه المناشير كأنها إعلانات. وتم أيضا الاحتفال لأول مرة بعيد العرش في سنة 1933. إذا من أجل أن تزكي الحركة الوطنية في المواطنين المغاربة في ذلك الوقت يعني ارتباطهم بالعرش وبالسلطان، فقد بدأت في الاحتفال بعيد العرش، أي اليوم الذي جلس فيه السلطان في ذلك الوقت محمد الخامس على العرش، فكانت كل سنة تحتفل بهذه المناسبة قصد إحياء الشعور الوطني والتمسك بالسلطان كقائد للشعب المغربي. مقاطعة أيضا البضائع الفرنسية، كانت تنصح الحركة الوطنية كل المغاربة بمقاطعة البضائع الفرنسية وعدم شراء هذه البضائع من أجل الإضرار بالاقتصاد الفرنسي، والدعوة لارتداء اللباس الوطني.
أي دعوة للباس الابتعاد عن اللباس العصري الفرنسي وارتداء اللباس المغربي التقليدي الذي يدل على التشبث بالهوية المغربية. إذا بعد أن تعرفنا على الحركة الوطنية وعلى أشكال عملها، الحركة الوطنية يعني يمكن أن نقسم العمل ديالها إلى مرحلتين. في المرحلة الأولى كانت في البداية حركة يعني لا زالت في نشأتها وضعيفة نوعا ما، فكانت تطالب فقط بالإصلاحات. ما معنى تطالب بالإصلاحات؟ غادي نشوفه في النص رقم 5. إذا قام منظمو عمل الشعب بتكوين كتلة العمل الوطني، وأعدوا ميثاقا أسموه برنامج الإصلاحات في 1 جانفير 1934، المتميز بلهجته المعتدلة. لاحظوا معي، كان معتدلا، لم يعترض على نظام الحماية. إذا في البداية الحركة الوطنية لم ترفض أو تطالب بإلغاء نظام الحماية الفرنسي والإسباني على المغرب، ولكن طالبت الحكومة الفرنسية باحترام روح ومنطوق معاهدة فاس. معاهدة فاس هي معاهدة الحماية التي وقعت في 1912، وذلك بإلغاء كل إدارة مباشرة. إذا الحركة الوطنية في البداية كانت تطالب بإلغاء الاستعمار المباشر، وتذكر الفرنسيين بأن بيننا وبينكم معاهدة حماية وليست استعمارا مباشرا، إذا يجب أن تتركوا لنا فرصة لتسيير شؤوننا والحفاظ على الوحدة الإدارية والقضائية لمجموع التراب الوطني المغربي. إذا الوحدة الإدارية، وأيضا إدارة المغرب تكون موحدة، وأيضا وحدة القضاء، وهذا رفض للظهير البربري. إذا يكون قضاء واحد مغربي يعني يشمل كل المغاربة ويخضع له كل المغاربة. ثم ومساهمة المغاربة في ممارسة السلطة في مختلف فروع الإدارة، يعني إدخال المغاربة للإدارات وتسيير الإدارات. وقد قدم هذا البرنامج في آن واحد للمخزن أي للسلطة المغربية أو السلطان، وللإقامة العامة التي تمثل السلطة الفرنسية في المغرب ويرأسها المقيم العام الفرنسي، وللحكومة الفرنسية، غير أنه لم يؤخذ بالحسبان نهائيا. إذا الكتلة الوطنية في البداية طلبت من الفرنسيين فقط احترام معاهدة فاس والقيام بنوع من الإصلاحات والالتزام بمعاهدة فاس. إذا في البداية كانت الحركة الوطنية لا تطالب بالاستقلال بشكل مباشر، ولكن تطالب فقط بالإصلاحات، إعطائنا يعني سلطة، يعني حرية أكثر وسلطة أكثر، واشتراك المغاربة في تسيير البلاد، واحترام المعاهدة، معاهدة الحماية. لكن بطبيعة الحال الرد الذي تلقوه من الفرنسيين كان هو عدم الاهتمام أبدا بهذا الطلب الذي سمي برنامج الإصلاحات الوطنية، فلم ترد عليه السلطة الفرنسية بالمطلق. إذا هذا سيجعل الحركة الوطنية تنتقل في مرحلة موالية إلى المطالبة بالاستقلال. لكن قبل ذلك لا بد من ظروف وشروط تساعد على هذا الانتقال. إذا هناك بعض العوامل أو الأسباب التي تفسر هذا التحول، أي تحول الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات في المرحلة الأولى من 1934 إلى 1944. 10 سنوات الحركة الوطنية تطالب بالإصلاحات فقط، لا تطالب بالاستقلال. لكن سنة 1944 ستنتقل للمطالبة بالاستقلال. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من المتغيرات ومجموعة من الأسباب جعلت الحركة الوطنية تتشجع وتتقوى لتطالب بالاستقلال. أهمها وأبرزها دخول فرنسا الحرب العالمية الثانية. كما رأينا في الدرس ديال الحرب العالمية الثانية، فرنسا دخلت الحرب ضد ألمانيا، فتعرضت للاحتلال الألماني. إذا في 1940 أصبحت فرنسا هي نفسها محتلة من طرف الألمان تحت الاحتلال الألماني، إذا أصبحت ضعيفة جدا. في 1941 صدور الميثاق الأطلنطي. الميثاق الأطلنطي هذا عندنا أيضا تعريف في نفس الصفحة. والميثاق الأطلنطي أصدره الرئيس الأمريكي، لاحظوا معي، أصدره الرئيس الأمريكي روزفلت والبريطاني أيضا تشرشل سنة 1941، ونص على الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها. إذا كان هذا الميثاق ينادي بأن لكل الشعوب حق في تقرير مصيرها واستقلالها،
لذلك هذا الصدور هذا الميثاق في هذه السنة شجع بشكل كبير المغاربة على أن يطالبوا بالاستقلال. أمر آخر مهم وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت محتاجة لإنزال جيوشها في المغرب قصد المشاركة في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان، فأنزلت جيوشها في نوفمبر في 1942 في المغرب، ثم في يناير 1943 كان لقاء أنفا، وهو لقاء في مدينة الدار البيضاء، حضره كل من السلطان في ذلك الوقت السلطان محمد الخامس، ثم الرئيس الأمريكي روزفلت، ثم الرئيس البريطاني تشرشل، وأيضا بحضور في ذلك الوقت ولي العهد الحسن الثاني. إذا في هذا اللقاء اتفق الفرنسيون البريطانيون والأمريكيون مع السلطان على أن يدعمهم أيضا في جهودهم ضد الألمان في هذه الحرب العالمية الثانية، وأن يساهم ببعض الجنود المغاربة في هذه الحرب، وأن يسهل تحرك القوات الأجنبية عبر المغرب، فقبل ذلك مقابل وعد أعطاه له الرئيس الأمريكي روزفلت بأنه بعد نهاية الحرب سيضغط على الفرنسيين لإعطاء المغرب استقلاله. إذن هذا وعد من روزفلت، لكن للأسف بعد نهاية الحرب ذكر السلطان محمد الخامس الرئيس الجديد، لأن روزفلت توفي، فجاء رئيس جديد في أمريكا وهو ترومان، الذي تنكر لهذا الوعد وقال له يعني بأن أمريكا لم تعد المغرب بشيء، فتنكروا لوعدهم. في 1943 أيضا في دوجنبير تأسس أيضا حزب الاستقلال، ثم أيضا في يناير 1944 في 11 يناير غادي ستتشجع الحركة الوطنية وتقدم وثيقة أو عريضة الاستقلال، وثيقة مكتوبة يطالب فيها الوطنيون بأنهم 66 من الوطنيين بأنهم يطلبون من السلطة الاستعمارية الفرنسية أن تعطي المغرب استقلاله وبأن تخرج من المغرب وتعطيه الاستقلال. إذن فهذه الأسباب كلها اللي تكلمنا عليها فهي التي جعلت المغاربة أو الحركة الوطنية تنتقل إلى المطالبة بالاستقلال بعد أن كانت تطالب فقط بمجموعة من الإصلاحات. الآن لاحظوا معي، إذن إن الانتقال كما يقول النص رقم 8، إن الانتقال إلى عريضة الاستقلال عام 1944 جاء نتيجة لنمو الحركة الوطنية وانتشارها، نموا وانتشارا مكن من تجذر الحركة الوطنية داخل صفوف الجماهير. إذا الحركة الوطنية لم تبقى مرتبطة بنخبة مثقفة، ولكن انتشرت في كل الجماهير والمواطنين اللي ثقافتهم بسيطة أو غير متعلمين، وظهور قيادات محلية وإطارات وسطى من أبناء الطبقات الشعبية، إذا لم تبقى فقط منحصرة في النخبة، مما أعطى لقيادة الحركة الوطنية التي كانت في الأصل نخبة مثقفة قاعدة صلبة يمكن التعويل عليها في مواجهة تصعيد القمع الذي تمارسه السلطات المحلية. إذا أيضا سبب آخر جعل الحركة الوطنية تتشجع وتطالب بالاستقلال هو أنهم كانوا يعرفون بأن وراءهم شعب منضبط لقراراتهم، هناك قيادات وسطى ومتعددة حتى في الطبقات الشعبية البسيطة، وبأن الشعب المغربي سيقف مع الحركة الوطنية في كل خطواتها وفي كل الإجراءات التي تقوم بها. إذا بالنسبة ل تقديم وثيقة الاستقلال أو المطالبة بالاستقلال، إذا فهذه الصورة هي صورة لوثيقة المطالبة بالاستقلال، لاحظوا معي، قدمت في 11 يناير 1944، قدمت لسلطة الإقامة العامة الفرنسية أي سلطة الاحتلال الفرنسي، وأيضا قدمت للسلطان محمد الخامس في نفس الوقت. إذا وقع تقريبا 66 من الوطنيين المغاربة. إذا النص رقم 10 يوضح رد الفعل المغربي ورد الفعل الفرنسي على هذه الوثيقة. إذا نتيجة لتلك المبادرة أي تقديم وثيقة أو عريضة الاستقلال، سادت الأوساط الشعبية المغربية أجواء من الحماس،
إذا فرح المغاربة بهذا الوثيقة، حماس والغبطة في وسط الشعب المغربي، تعبيرا عن مساندتهم للوثيقة وعن استعدادهم لبذل كل التضحيات في سبيل الاستقلال. وكان جواب المقيم العام الفرنسي على عريضة المطالبة بالاستقلال حملة قمع واسعة شملت أغلب الموقعين عليها. إذا الرد الفرنسي هو القمع الشديد، ورغم ذلك فقد كان رد الفعل الشعبي عنيفا وخلف كثير من الشهداء. إذا احتج الشعب المغربي على اعتقال هؤلاء الوطنيين، فسقط مجموعة من الشهداء في المظاهرات التي نظمت احتجاجا على اعتقال الوطنيين، ونفذت أيضا أحكام بالإعدام في عدد من المعتقلين. إذا عدد من المعتقلين نفذت فيهم أحكام الإعدام. إذا رد الفرنسيين كان ردا قاسيا جدا على تقديم وثيقة الاستقلال. إذا المهم في هذا المقطع هو أن المغاربة بعد أن انحصرت مقاومة مسلحة وتوقفت، انتقلوا إلى كفاح آخر وهو الممكن في ذلك الوقت، هو الكفاح السلمي السياسي. ورأينا بأن هذا الكفاح جسدته الحركة الوطنية التي يرتبط انطلاقها بصدور الظهير البربري في 16 مايو 1930، ثم عملت بأشكال مختلفة كإصدار الصحف والقيام بإنشاء الأحزاب وإنشاء الجمعيات والقيام بالتظاهرات وتوزيع المناشير. ثم في البداية هذه الحركة الوطنية في 1934 قدمت للفرنسيين برنامج الإصلاحات الوطني الذي كان يطالب فقط بالإصلاحات واحترام معاهدة الحماية، لكن رفض ولم يتم الاهتمام به. وبعد 10 سنوات، يعني 1944، تغيرت الظروف الدولية، الحرب العالمية الثانية، أصبحت فرنسا محتلة من طرف الألمان، ضعيفة، لقاء أنفا أيضا وحضور الرئيس الأمريكي روزفلت والرئيس البريطاني تشرشل، وانخراط المغرب في مساعدة دول الحلفاء في حربهم ضد الألمان، وهذه كلها، وأيضا صدور الميثاق الأطلنطي، هذه كلها عوامل جعلت المغاربة والحركة الوطنية يتشجعون ويقدمون وثيقة الاستقلال أو المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، التي وجهت من طرف الفرنسيين بالقمع الشديد، بينما استقبلها المغاربة بالحماس والغبطة والفرح، وضحوا في مظاهرات ضد اعتقال الوطنيين بالكثير من الشهداء. إذا في بالنسبة لهذه المعلومات، الملخص بالنسبة للملخص، يعني كما ترون، بالنسبة أولا صغيرة نتحدث عن الحركة الوطنية في الثلاثينات ومطالبتها بالإصلاحات، لاحظوا معي، ثم في العوامل التي ساهمت في تحول هذه الحركة الوطنية بعد ذلك إلى المطالبة بالاستقلال. إذا مطلوب كتابة هذا الملخص في الدفتر، ونلتقي إن شاء الله في المقطع الثالث من هذا الدرس. السلام عليكم، نلتقي اليوم في المقطع الثالث من الدرس العاشر من مادة التاريخ، المغرب الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية. إذا يأتي هذا المقطع الثالث بعد أن رأينا في المقطع الأول وتحدثنا في المقطع الأول من الدرس عن فترة المقاومة المسلحة والاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني للمغرب. إذا منذ توقيع الحماية في سنة 1912 استغرقت السيطرة الكاملة على كل التراب المغربي حوالي 27 سنة، إذا تقريبا إلى 1934. إذا المرحلة الأولى تميزت بالاحتلال العسكري، وسبب تأخيره لمدة 27 سنة هو المقاومة المسلحة التي انتشرت في كل أرجاء المغرب من جنوبه إلى أقصى شماله. إذا المرحلة الأولى مرحلة المقاومة المسلحة والغزو العسكري. المرحلة الثانية التي تحدثنا عنها في المقطع الثاني من هذا الدرس خاصة بالحركة الوطنية. إذا بعد أن انتهى الكفاح المسلح، انتقل المغاربة إلى الكفاح السياسي السلمي عن طريق
تشكيل الأحزاب والعمل الوطني بأشكال متعددة رأيناها في المقطع الثاني. يعني والحركة الوطنية كما رأينا في الحصة الماضية في البداية كانت تطالب فقط بالإصلاحات، يعني منذ 1934 إلى 1944 الفترة الأولى فقط مطالبة بالإصلاحات ومطالبة الفرنسيين بالالتزام بمعاهدة الحماية. حصلت مجموعة من العوامل والظروف الدولية كالحرب العالمية الثانية واحتلال فرنسا من طرف ألمانيا ولقاء أنفا وغيرها من العوامل الدولية التي جعلت الحركة الوطنية تتشجع وتتقدم بوثيقة المطالبة بالاستقلال للسلطات الفرنسية في 11 يناير 1944. إذا المقطع الثالث اليوم سنتحدث فيه عن المرحلة ما بعد 1944، يعني 1944 إلى حصول المغرب على استقلاله في سنة 1956. إذا نبدأ أولا بعنوان هذا المقطع الثالث، الكفاح، أو أتبين الكفاح، كفاح المغرب من أجل الاستقلال وإتمام وحدته الترابية. إذا في هذا المقطع نبدأ بالنص رقم 11 الذي يقول: بقي ارتباطه، أي سيدي محمد بن يوسف والسلطان محمد الخامس، بحزب الاستقلال ورجاله موثوقا وموثقا ومضاعفا، وزادت الاتصالات وتوثقت وتواصل التعاون مع محمد الخامس في سنة 1946 وبعدها في إلى الخمسينيات، وما وقع فيها من أحداث جسام وبمقدار ما أراد المقيم العام الفرنسي، طبعا الحال الذي يمثل السلطة الاستعمارية الفرنسية في المغرب، أن يبعد بين محمد الخامس وحزب الاستقلال بقدر ما زاد إصراره رحمه الله على توثيق الروابط والتعاون بينه وبين القادة الوطنيين إلى أن يتحرر المغرب ويتحقق استقلاله. إذا في هذا النص العلاقة بين محمد الخامس والحركة الوطنية خاصة حزب الاستقلال تزداد، يعني وثوقا وتزداد ارتباطا، رغم محاولة السلطات الفرنسية أن تباعد بين محمد الخامس وبين الحركة الوطنية. استمر السلطان في التنسيق المستمر والتعاون مع رجال الحركة الوطنية ومع قادة الحركة الوطنية، لأن الفرنسيين كانوا يباعدون بينهم بين محمد الخامس والوطنيين لأنهم يعرفون بأن هذا التعاون سيؤدي في نهاية الأمر إلى حصول المغرب على استقلاله، وهذا هو الأمر الذي لا يريدون حصوله. إذا زاد السلطان محمد الخامس خطوة أخرى استفزت أكثر سلطات الاستعمار، وهو بأن قام بزيارة إلى مدينة طنجة في سنة 1947. هذه الزيارة كانت لها يعني معاني مهمة جدا، فبهذه الزيارة التي حاول الفرنسيون منعها وتحدى الملك محمد الخامس سلطات الاستعمار وقام بهذه الزيارة، فهو أراد أن يثبت من خلالها بأن كل المناطق التي قسمها الاستعمار، إذا لاحظنا منطقة الاستعمار الإسباني في الجنوب ومنطقة الاستعمار الفرنسي في الوسط ومنطقة أيضا الاستعمار الفرنسي في الشمال، إذا بانطلاقه من مدينة الرباط في اتجاه مدينة طنجة، إذا فهو ينطلق من المنطقة الوسطى وهي خاضعة للاستعمار الفرنسي، ويدخل المنطقة الشمالية الخاضعة للاستعمار الإسباني ويثبت بأنها تحت سلطته وتابعة له. وبدخوله بعد ذلك إلى مدينة طنجة التي كانت تخضع لاستعمار دولي، يثبت بأن كل هذه التقسيمات لا معنى لها، وبأن كل هذه المناطق هي مناطق مغربية تابعة للسلطان. لذلك كانت تحاول السلطات الفرنسية منع هذه الزيارة، لكنه قام بها وألقى خطابا في مدينة طنجة في أبريل 1947 أكد على ضرورة حصول المغرب على استقلاله.
إذن فتوترت العلاقات أكثر مع سلطات الاستعمار بعد هذه الزيارة. إذن كاستنتاج عام يمكن أن نقول في هذه الفقرة الأولى بأن المغاربة واصلوا الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام وحدتهم الترابية، وسنجد بأن العلاقة قد توطدت كما قلنا بين محمد الخامس وزعماء الحركة الوطنية من خلال الاتصالات المستمرة بينهم، ورغم أن سلطات الاحتلال الفرنسي كان لها موقف معادي من هذه العلاقة وعملت على خلق تباعد بين السلطان والوطنيين، فإن الملك محمد الخامس استمر في دعمه للحركة الوطنية، وأكد بزيارته لمدينة طنجة سنة 1947 على الوحدة الترابية للمغرب. كانت بعد ذلك سنتطرق لما حصل بعد زيارة مدينة طنجة سنة 1947. إذا لاحظوا معي في بعض العوامل التي ستفسر لجوء الحركة الوطنية إلى الكفاح المسلح في مرحلة موالية. إذن الانتقال إلى الكفاح المسلح سنة 1953 كان نتيجة لتطور وعي الأطر الشعبية الشابة داخل الحركة الوطنية، خصوصا بعد أزمة 1951، وهي المؤامرة الأولى للمقيم العام جوان لخلع السلطان. إذن حاول الفرنسيون 1951 خلع السلطان عن الحكم، وفشلت هذه المحاولة الأولى التي توجتها سلطات الحماية بحادثة 20 غشت 1953. إذن فالسلطان محمد الخامس استمر في تعاونه مع الحركة الوطنية، وأصبح يرفض توقيع بعض المراسم التي تقدمها السلطة الفرنسية وسلطات الحماية الفرنسية له، فتوترت العلاقة أكثر معه، وقامت السلطات الفرنسية في 20 غشت 1953 بنفيه خارج المغرب. إذن حادثة نفي محمد الخامس خارج البلاد وتنصيب آخر غير شرعي مكانه، وهو محمد بن عرفة. ومحمد بن عرفة هذا هو ابن عم السلطان، شيخ كبير، قامت السلطة الاستعمارية بتنصيبه بدلا عن السلطان محمد الخامس بعد نفيه. إذن محمد بن عرفة كما قلنا هو ابن عم السلطان محمد الخامس، نصبته السلطات الفرنسية بعد مؤامرة نفي محمد الخامس في 20 غشت 1953. وإذا فحركة المقاومة، حركة الفداء وجيش التحرير، كانت حلقة من سلسلة العمل الوطني، السلسلة المتصلة الحلقات انطلاقا من 1930، يعني منذ صدور الظهير البربري وانطلاق الحركة الوطنية، كان ختام عملها وجهدها ونشر الوعي داخل الأطر الشعبية داخل المغرب هو أن الشعب رد بشكل عنيف وبشكل كبير على مؤامرة نفي السلطان، فانطلقت مع هذه الحادثة ثورة الملك والشعب. إذا ثار المغاربة ضد هذا الحدث اللي هو نفي الملك محمد الخامس، وعاد المغرب مرة أخرى للكفاح المسلح. إذا الكفاح المسلح مثلته حركة الفداء وجيش التحرير. إذا جيش التحرير بطبيعة الحال جيش مغربي تكون في أكتوبر 1955، حارب الفرنسيين في عدة مناطق. إذا بعض النماذج من الكفاح المسلح الذي قام به المغاربة في هذه الفترة، نجد مثلا في عناوين جريدة الأمة في 18 دجنبر 1945 نقرأ: رجال المقاومة المغربية يحدثون انفجارا في طائرة حربية فرنسية بالقاعدة الجوية بمراكش، وتفجير عدة قنابل في مختلف الجهات، ومواصلة اصطياد الخونة والمتعاونين مع رجال البوليس. إذا كان وعاد الكفاح المسلح بشكل عنيف ردا على حادثة نفي الملك. إذا 1953 20 غشت انطلاق الكفاح المسلح. العمليات تنوعت، إما عمليات بالمسدسات، عمليات بالقنابل، إضرام النار في الحقول وفي الممتلكات الخاصة بالفرنسيين،
ثم أعمال موجهة ضد الخونة الذين يتعاملون مع الفرنسيين ويتعاونون مع الفرنسيين، ثم أعمال ضد الأجانب خاصة الفرنسيين. إذن بالأعداد نجد بأن هذا العمل، عمل الكفاح المسلح، انطلق في سنة 1953، ثم زاد بشكل كبير إلى أن وصل أقصاه في سنة 1955. إذا مثلا في 1955 العمليات بالمسدسات 393 عملية، القنابل 353 عملية، إضرام النار 217 عملية، الجرحى من الخونة 203، القتلى منهم 225، الجرحى من الأجانب خاصة الفرنسيين 86، ثم القتلى منهم أيضا 73. إذا أقصى درجة في الكفاح المسلح كانت في 1953. بطبيعة الحال فرنسا ستخضع في النهاية وستقوم بالتفاوض مع الحركة الوطنية نتيجة هذا الضغط الكبير وهذا الكفاح العنيف. ستدخل في مفاوضات مع الحركة الوطنية المغربية وتقرر إعادة السلطان محمد الخامس إلى المغرب وعودته لحكم البلاد، وأيضا ستنتهي المفاوضات بإعطاء المغرب استقلاله سنة 1956. إذا بعد حصول المغرب على الاستقلال ستبقى بعض المناطق سيتم استرجاعها بشكل تدريجي. إذا أولا منطقة الحماية الفرنسية في الوسط استرجعت بطبيعة الحال سنة 1956، أيضا منطقة الحماية الفرنسية في الشمال استرجعت في منطقة 1900 عفوا الحماية الإسبانية استرجعت أيضا في نفس السنة اللي هي 1956. ثم بعد ذلك سيتم استرجاع منطقة طرفاية في سنة 1958، استرجاع منطقة طرفاية، ثم بعدها استرجاع أيضا في نفس السنة 56، استرجاع مدينة طنجة، 58 استرجاع مدينة طرفاية، ثم بعد ذلك استرجاع منطقة سيدي يفني التي كانت تخضع للسيطرة والاستعمار الإسباني في سنة 1969. ثم بعد تنظيم المسيرة الخضراء سيسترجع المغرب الساقية الحمراء، منطقة الساقية الحمراء سنة 1957 و75 1975، ثم استرجع منطقة وادي الدهب في سنة 1979. إذا آخر منطقة استرجعت هي منطقة وادي الدهب في 1979. إذا كما تلاحظون استرجاع هذه المناطق وإتمام المغرب لوحدته الترابية كان بشكل تدريجي منذ 1956 إلى 1979. إذا بعد الاستقلال مباشرة، هنا الصورة للملك محمد الخامس يحطم الحدود بين منطقتي الاحتلال الفرنسي والإسباني في الشمال، أيضا صورة أخرى للمسيرة الخضراء التي بفضلها استرجع المغرب منطقة الساقية الحمراء. إذا كخلاصة لهذا المحور أو لهذه الفقرة، يمكن أن نقول أدت ثورة الملك والشعب إلى استقلال المغرب وإتمامه لوحدته الترابية. إذا أثمرت المقاومة المسلحة وتلاحم الشعب وتلاحم العرش والشعب عن عودة السلطان محمد الخامس من المنفى يوم 16 نوفمبر 1955، وإلغاء معاهدة الحماية في 2 مارس 1956. رغم اعتراف فرنسا وإسبانيا باستقلال المغرب، فقد ظلتا تحتلان أجزاء مهمة من أراضيه. لهذا عمل محمد الخامس بتنسيق مع الحركة الوطنية، ومن بعده بطبيعة الحال ابنه الملك الحسن الثاني، على إتمام الوحدة الترابية عبر مراحل. إذن كما قلنا في الخريطة، استرجاع مدينة طنجة من السيطرة الدولية ومن الاحتلال الدولي في 56، استرجاع أيضا طرفاية في 58، استرجاع سيدي إفني في 1969، استرجاع الساقية الحمراء بعد المسيرة الخضراء في 1975،
ثم استرجع منطقة وادي الدهب في 1979، في حين بطبيعة الحال لا زالت مدينة سبتة ومليليا محتلتان إلى اليوم من طرف إسبانيا. إذا كخاتمة لهذا الدرس يمكن أن نقول لا زال المغرب يناضل من أجل استكمال وحدته الترابية وصون سيادته على أراضيه. إذا لا زال المغرب يحارب ويناضل من أجل استرجاع سبتة ومليليا، وأيضا من أجل الحفاظ على كل أو على سيادته على كل أراضيه. إذا كخلاصة لهذا الدرس يمكن أن نقول، وكتبسيط لهذا الدرس يمكن أن نقول أن الدرس يضم 3 مراحل. المرحلة الأولى يمكن أن نسميها بمرحلة المقاومة المسلحة 1912 إلى 1934. إذا احتلال المغرب بعد معاهدة الحماية والغزو العسكري لكل البلاد الذي استغرق 27 سنة، والسبب هو انتشار حركات المقاومة من الجنوب إلى الشمال. في أقصى الجنوب أو في الصحراء حركة أحمد الهيبة ابن شيخ ملعينين الذي توجه بجيشه نحو مراكش وهزم في معركة سيدي بوعثمان. بالنسبة لموحة وحمص الزياني في الأطلس المتوسط، إذا هزم الفرنسيين في معركة لهري 1914. محمد بن عبد الكريم الخطابي في منطقة الشمال في الريف انتصر على الفرنسيين في معركة أنوال 1921. إذا بعد ذلك معركة بوغافر في الأطلس الصغير أو بوغافر، عسو بسلام الذي واجه الفرنسيين في هذه المعركة. إذا 1934 انتهت المقاومة المسلحة، وستأتي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الحركة الوطنية. الحركة الوطنية كما رأينا قسمناها إلى مرحلتين، من 1934 إلى 1940 هذه مرحلة كانت تطالب فيها الحركة الوطنية بالإصلاحات فقط، لم تطالب بالاستقلال. لكن كما رأينا متغيرات كثيرة وأسباب كثيرة، منها الحرب العالمية الثانية وغيرها من العوامل، أدت إلى أن يطالب المغاربة بالاستقلال عن طريق تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 1944. ثم بعدها كما رأينا بأن السلطات الفرنسية سترد عليها بالقمع الشديد والرفض، سيواصل الملك تنسيقه وتعاونه مع الحركة الوطنية، وهذا الشيء الذي كانت ترفضه فرنسا. سيتوجه بطبيعة الحال الملك محمد الخامس إلى مدينة طنجة ويلقي خطابا هناك في تحدي واضح للسلطات الاستعمار. تتوتر العلاقة أكثر ما بين الفرنسيين والملك، سيقومون بنفيه في سنة 1953 إلى كورسيكا، ثم بعد ذلك إلى مدغشقر، ويعينون محمد بن عرفة مكانه. سيرفض الشعب وتنطلق حركة الفداء وجيش التحرير وثورة الملك والشعب. إذا يعود المغرب في المرحلة الثالثة إلى الكفاح المسلح. هذا الكفاح المسلح الذي مثلته حركة الفداء وجيش التحرير سيستمر عنفه في التصاعد إلى أن يصل ذروته في 1955، وتضطر فرنسا للدخول في مفاوضات مع الحركة الوطنية، وفي نهاية الأمر ستعيد السلطان محمد الخامس إلى البلاد وإلى حكمه، ويحصل المغرب في سنة 1956 على استقلاله. إذا بشكل عام 3 مراحل، المرحلة الأولى فيها أيضا كفاح مسلح، والمرحلة الثالثة نفس الشيء، عاد المغاربة إلى كفاح مسلح بعد نفي ملكهم.